عدد لاعبي فريق البيسبول. عدد لاعبي فريق البيسبول. الاحتمال الأول 9، الاحتمال الثاني 10. البيسبول طب كرونو 9 لاعبين ولا 10؟ ياك انت سبورتيف بين اشطارتك. تسعة عشر لاعبين، احتمال واحد ولا الاحتمال اثنين؟ هذا تساير، هذا الإجابة الأولى. هذاك تسعة. مازال عندكم الوقت باش تبدلوا الإجابة. ركزوا مليح وتأكدوا، مازال عندنا قريب 20 ثانية. عدد لاعبي فريق البيسبول 9 ولا 10 لاعبين؟ لحظات الحسم. عدد لاعبي فريق البيسبول. تسعة ولا عشر لاعبين؟ 50 مليون. 50 مليون. تعرف البيسبول ما تعرفش؟ هشام. تعرف البيسبول؟ ايه نعرفو بصح ما على باليش اكزاكت شحال. على باليش اكزاكت شحال. جاتك في راسك تسع لاعبين؟ تسع لاعبين ايه. يا هشام خممت كيفاش يتلعب. يتلعب يحتاج بزاف لي جوار هكا والله اعلم. بزاف لي جوار 10 لاعبين و9 و10 قراب. قراب هذه اللي خلتني. سؤال بياج هشام. يعطيك الصحة، صافي بليزير. حاجة اللي عجبتني فيك انت والوالدة، جيت ربي يحفظها لك. وشو شو عندي في بلاستيك انا؟ شوف 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 شوف. يعطيك الصحة. الله يحفظك. الأخت لينا بارك الله فيك اللي جيتي معنا اليوم، إن شاء الله تربحي والبيبليك تاعنا باكو شي يدير لك. أولي. بارك الله فيكم، قضية الأمر، إن شاء الله تربحوا 50 مليون سنتيم إن شاء الله.